بسم الله نقص لنا ناخذنا واحده من هنا نسكر البوكس حقنا ونقصها معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام كيف نقصها؟ ابيكم تشوفونها من جوا، مره مهم انكم تشوفونها من جوا. اوه تخرب انا، شوف كيف من جوا، شايفين شيء من الاخر، توقع واضحه. يا حبيبي ولا غلطة، طعمها ولا غلطة، مو عشان مصلحها بس انا صدق طعمها حلو. ليش اكذب؟ ليش اكذب؟ صدق طعمها جميل، خرافي خرافي ولا غلطة. هلا والله وسهلا، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله اموركم زينة. اليوم عندنا بيكان، كيكة شوكلت بيكان، مو 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 بس بيكان، لا شوكليت بيكان. فجايب كمية عليها الكلام من البيكان. نقول بسم الله ونبدأ طبختنا. طبعا البيكان اللي تو شوفوا بعد ما يتحمص يطلع بالطريقة هذه. طبعا هذه زبدة البيكان معها كرنشي. اوه كلها مع بعض بس كذا. شوف كيف كرنشي. نبدا بحشوة البيكان اللي هي اللي كانت كرنشي قبل شوي، شايفين كذا. حشوة كرنشي. نبدأ بالموس أول شيء كذا، بعدها ناخذ اللي بتكون حشوتنا. هذه اللي هي الكريسبي، نقف شوي من الموس كذا ونقفل على طول بالسبونج حقنا. خلاص طبعا نجي بالعود بالطريقة هذه، ندخله شايفين طلعناها الحين كذا جاهزة. يا سلام. طيب عندي هذه الحين، سلام كذا. نقول بسم الله كذا. دلوف أنا واضح لكم وش اللي بيطلع معنا. يبغى لها وقت طبعا،
كيكة الوردة اسمها. شوفوا كيف، شوفوا شوفوا تيجي مع بعض كذا، ها ثلاث ثلاث مع بعض، شايفين كيف؟ حتى برضو بقولكم شيء، هذه أنا بنزلها في بيكي، إذا أخذت الثلاث تجي بالطريقة هذه كذا، شايفين؟ بالريبن مربوطة معها حبة وردة جميلة. طبعا ترى كل هذه، كل هذه بتكون موجودة في بيكي اليوم، اليوم موجودة، من بكرة بتصير موجودة أونلاين، اليوم موجودة في المحل. طيب الحين خلونا نقول بسم الله ونجرب. طبعا موجود حبة برضو كذا، بس الحبة يعني ما معها وردة ما معها شيء، كذا جايتك سادة. طبعا حتى برضو ثلاث حبات سعرها أقل من الحبة واحدة، فلازم تشوفونها. نقول بسم الله ونقص لنا، ناخذ لنا واحدة من هنا، نسكر البوكس حقنا ونقصها معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، كذا قصها. ابيكم تشوفونها من جوا، مره مهم انكم تشوفونها من جوا. اوه بتخرب انا، شوفوا كيف من جوا، شايفين؟ شيء من الاخر. يا حبيبي ولا غلطة، طعمها ولا غلطة، مو عشان مصلحها بس انا صدق طعمها حلو. ليش اكذب؟ ليش اكذب؟ صدق طعمها جميل، خرافي خرافي ولا غلطة.